10,000 لريادي الأعمال وفرصة لحضور مؤتمر بالنمسا. Sustainable Entrepreneurship Award هي عبارة عن جايزة مالية لريادي الأعمال اللي عنده فكرة مشروع ريادي أو مشروع بدأ بالفعل هدفه يحل مشكلة مجتمعية بشكل مبتكر ويكون هدف للربح في نفس الوقت. قيمة الجايزة المالية 10,000 يورو هياخدها كل مشروع هيكسب منها. هيختاروا المشاريع في المؤتمر بتاعهم اللي هيتعمل في النمسا في شهر 11، وهيبقى في فرصة انك تلاقي مستثمر او ممول للمشروع بتاعك. الشروط: يكون عندك فكرة مشروع ريادي او مشروع بدأ بالفعل هدفه يحل مشكلة مجتمعية بشكل مبتكر وهدف للربح. التكلفة: العشر مشاريع اللي هيختاروهم عشان يحضروا المؤتمر بتاعهم في النمسا اللي هيصفوا منهم هيبقى تكاليف التأشيرة والطيران والسكن عليه. كيفية التقديم: التقديم على الموقع بتاعهم، وهتلاقوا لينك التقديم في إعلان المنحة على موقع مرجع. ممكن تفتحوا موقع مرجع علشان تشوفوا باقي الفرص. شكراً.